زملائي الأعزاء، مما لا شك فيه أن للشركات الراعية الدور الأهم في نشر ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، فهي تسهم بشكل مباشر بزيادة أعداد الأنشطة وتنوعها، وكذلك بخدمة المجتمع ونموه. وفي كثير من دول العالم يتطلع أفراد المجتمع إلى دور أكبر للشركات تجاه المجتمع، وأصبح ما تتحمله تلك الشركات من مسؤولية اجتماعية مقياساً لمدى نجاحها في خلق علاقة متميزة مع أفراد وقضايا وأنشطة مجتمعاتها. ولدينا في لجنة الارتباط العديد من قصص النجاح في هذا المجال، وشراكات ناجحة مع نخبة من الشركات التي قامت بدعم أنشطتنا وعلى مدار الأعوام السابقة، وهو ما له بالغ الأثر في تطوير خدماتنا وأنشطتنا. نحن نشكر اليوم الشركات الراعية لهذا الحفل: شركة سارية الأفق، الراعي الذهبي، شركة أسيكو وشركة المساكن الراعي الفضي، شركة الأنابيب السعودية الراعي البرونزي، شركة ميسكو الخدمات الصناعية المتعددة الراعي البرونزي، شركة عبد الرحمن القصيبي الراعي البرونزي. فلكم كل الشكر والثناء على دعمكم المتواصل، والذي سيعود بإذن الله بالكثير من المنافع، منها توسيع قاعدة العملاء لشركاتكم، زيادة الوعي بعلاماتكم التجارية، ترويج الاسم التجاري، زيادة المبيعات، وتطوير علاقات التجارية لرجال الأعمال. نترككم الآن مع كلمة الراعي الذهبي لحفلنا هذا للسنة الثانية على التوالي، شركة سارية الأفق ومديرها العام مهندس عمرو سميع. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل الشريف: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. عناية الدكتور ماجد الطباع نقيب المهندسين الأردنيين المحترم. عناية الدكتور عبد الكريم الجبالي رئيس لجنة ارتباط المهندسين المحترم. السادة الحضور جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري جميعا أن نستظل هذا اليوم تحت خيمة نقابة المهندسين الأردنيين بحضور هذه النخب والهامات الشامخة في مجال العمل الهندسي والفني والإداري. مؤسسة سارية الأفق للمقاولات ومالكها الأستاذ عبد الله بن ناصر الشيك وكافة منسوبيها يقدمون لإدارة النقابة وأعضاؤها وافر التقدير على المجهود التي تبذلها لخدمة رسالة المهندس الأردني ونشر الرسالة. ونفخر برعايتنا الذهبية لحفل لجنة ارتباط الشرقية للعام الماضي بمناسبة مرور 10 سنوات. ويسرنا اليوم أن نرعى ملتقاكم السنوي، وسنعلن قريبا عن شراكة استراتيجية دائمة مع اللجنة، والتي من خلالها نتطلع إلى مزيد من الارتقاء في الأداء ومزيد من توطيد أواصي مرور الشراكة مع كافة المؤسسات والشركات، ونسعى للتواصل الدائم المثمر مع كافة الجهات الفاعلة في المنطقة الشرقية. لقد تصادف ملتقاكم الكريم في هذا اليوم مع مناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس مؤسستنا، والتي تم تأسيسها في عام 2011، وخطت خطوات واثقة نحو الصعود، وتخطت كل الصعاب، وأصبحت بفضل من الله أولاً ثم همة كافة المنتسبين تنفيذ مشاريع متنوعة في مجال الإلكتروميكانيك داخل المنطقة الشرقية. وتنوعت تلك المشاريع بنوعيتها من مولات وفنادق ومجمعات سكنية، حيث أنه تم تجهيز أكثر من 850 وحدة سكنية وفندقية. وتفادياً لعدم الإطالة، سيتم عرض برومو نعرف به عن أنفسنا وإنجازاتنا خلال السنوات الخمس السابقة وعن رؤيتنا المستقبلية، ونسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان في ربوع بلاد الحرمين الشريفين في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. والحمد لله رب العالمين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.